الآن لقاء مع ملهم الجندي وهو ناشط سوري مقيم في تركيا لكن كان في واشنطن، سألته وهو عضو مؤسس في منظومة وطن التي تنشط في العمل الإغاثي، أجريت أيضا لقاء معه، أترككم أيضا مع ملهم الجندي. أيها السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم من واشنطن، أحييكم في حلقة للمنبر السوري. معي هنا في الاستوديو ملهم الجندي وهو عضو مؤسس في منظومة وطن. أهلا ومرحبا بك أخي ملهم. أخ ملهم، أنت يعني المراقب لك ولنشاطاتك أنت وفريقك تنشطون في الداخل السوري في تركيا بالمجال الإغاثي والتعليمي وشيء من هذا القبيل، تحكي لنا عن منظومتكم، يعني ما الذي تفعلونه في الداخل السوري؟ شكرا، اهلا وسهلا فيك، شكرا لاستضافتك لنا اخي موسى. نحن منظومة وطن هي عبارة عن منظومة لسبع مؤسسات مجتمع مدني، ننشط في العمل المدني بشكل كام. الاحتياج الاول والاحتياج الاكبر للشعب السوري بالوقت الحالي هو الإغاثة، في عندنا نشاط كثير بالمجال الإغاثي ننشط فيه من خلال مؤسسة سوريا الخيرية. الست مؤسسات الثانية، في عندنا مؤسسة جيل الحرية اللي هي خاصة بالعمل بالتعليم وبالجانب النفسي والدعم النفسي للأطفال. في مؤسسة سيان اللي هي الخاصة بالتدريب وبناء القدرات للمؤسسات السورية وللمجتمع السوري، في عنا برنامج هلأ كثير كبير للتدريب لتدريب أكثر من 2000 متدرب من داخل سوريا والمناطق المحيطة بسوريا دول الجوار، بحيث أنه نقدر ننمي القدرات هالشباب يلي عم يشتغلوا بالمجتمع المدني وبالمؤسسات المدنية اللي هي حتكمل مشوار سوريا. بالإضافة في عنا مؤسسة صدى اللي هي تنشط في المجال الإعلامي، في عنا بعض النشاطات الجيدة وحيكون في نشاطات أكثر بال. طيب هلا بعيدا عن كل هذه المؤسسات، يعني شو عم بسوي جوا هلا؟ الشيء اللي عم بسوي جوا، في عنا في 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 احتياج كبير بالإغاثة، في عم بيكون في مخابز عنا داخل سوريا، في مستشفيات نحن عم نكون متكفلين بشكل، يعني انتم المخابز من وين بتجيبوا الطحين مثلا؟ هذا الناس مجانيه ولا كيف؟ عم بيكون عندنا تبرعات من مختلف المناطق، في شيء من رجال اعمال، في شيء من مؤسسات دوليه عم نشتغل معها. في مناطق عم بيكون عندنا، الاهم من انك توزع الخبز مجانا انك تامن الخبز. اذا كان مجانا بيكون كثير منيح، اذا كان باسعار رمزيه بيكون كثير منيح. للاسف في بعض المناطق المحرره سعر ربطه الخبز وصلت لل 500 ليره سوريه. نحن عم بيكون عندنا سعر ربطه الخبز بشكل ثابت 25 ليره سوري اللي هو اغلب العالم تقدر تقدمه، وبنفس الوقت العوائل الفقيره او عوائل الشهداء اللي ما عندهم اي مصدر دخل فينا نحن نامن لهم الخبز مجانا. المستشفيات الميدانيه كثير مهم دعمها، لانه المستشفيات يعني اي حدا عم يتصاب ما في حدا معه مصاري، فكثير مهم انه يكون في عندك المستهلكات الكامله للمستشفيات تقدر تقدم لهم نقل المصابين، اجهزه نوعيه للمصابين، في اوقات بعض الاصابات عم تحتاج لاجهزه نوعيه ما عم تكون متوفره جوا سوريا، فكثير مهم ان نقدر ندخلهم اياها للمستشفيات اللي عم تكون داخل سوريا بالمناطق المحرره. عم بيكون في عندنا نشاط بريف ادلب الشمالي، ريف ادلب الجنوبي، ريف حما الشمالي اللي هو كثير خطل وكثير على مناطق النظام. حلب في عندنا كمان نشاطات كثير ممتازه، دير الزور حاولنا نشتغل بشكل كثير كبير بالفترات الماضيه، ولكن اخر طيب شهرين. يعني هذا المواطن شو عم يستفاد منكم يعني في الاخير؟ عم بتامنوا له خبز هلا اذا بدنا نحكي عن المواطن السوري المحتاج فالعدد كثير كبير، وللاسف الدول عجزت عن كم عدد عندكم موظفين في الداخل السوري؟ هلا عدد الموظفين بشكل كامل بمنظومه وطن نحن حوالي 120 موظف. مين بيمولكم؟ نحن ما في عنا ممول شخص يقف ورانا، ما في أجندة تقف ورانا، نحن من خلال مشاريع اللي من شلون يعني من وقف سبيل يعني؟ لا أكيد في حد بمولكم يعني. كل مشروع بيكون فيه له مصاريف إدارية لتقدر تشغل هاي العاملين. نحن ما في أي مؤسسة بالعالم على بكل التاريخ وبكل الكوارث اللي صارت، كل مؤسسة بدها تشتغل فهي محتاجة مصاريف تقدر تشغلها، وتكون هاي المصاريف بعيدة عن أي شيء له علاقة بالسياسة والأجندة. أنت تعلم أنه في مؤسسات كثيرة تلوثت بالمال السياسي، لكن أنه أنتوا في النهاية أنه مين بيعطيكم مصاري؟ برجع بقول لك، نحن ما في أي شخص، ما في أي مال سياسي بيدخل على وطن، جميع الأموال التي تدخل على وطن هي أموال غير مسيسة، أموال تصرف في مشاريع ما إلى أي علاقة بالسياسة. مصدر هذه الأموال هي تبرعات. تبرعات سواء من مؤسسات دولية أو من رجال أعمال سوريين حابين يساعدوا سوريا. شايفين أنا بدي أفهم قضية أنه مثلا الخبز هذا شو له علاقة بالتسييس؟ وإن شاء الله تكون من نمد تجيب الفلوس، يعني ما فهمت يعني أنه شو علاقة ربطة الخبز بالتسييس؟
صحيح. إذا واحد أعطاك مثلا 100,000 دولار قال لك إنه روح اشتري فيها طحين وسوي فيها خبز ووزع على الناس، هذا ما فيها ما له علاقة، إن شاء الله يكون أمريكي بريطاني أيا يكن، ولا وين التسييس في الموضوع؟ هاي ما فيها تسييس، بس المشكلة لما أقول لك وزع ربطة الخبز وحط له جواته منشور يدعو الناس لدياني معينة أو في هيك؟ هلا في ناس بتطلب هيك، بس نحن طبعا ما بنطلب انه ربطة خبز حطوا فيها، طبعا فينا يعني هذا الشيء، هذا الشيء يعني صار بدول تانية، بسوريا الحمد لله ما شفنا وان شاء الله ما نشوفه. السلات الغذائيه في ناس كمان لما توزعها كمان ممكن تحط بقلبها منشورات، توجهات ممكن تكون اسلاميه ممكن تكون غير اسلاميه ممكن تكون مذهبيه معينه، فهذا الشيء كثير بيضر. العمل الاغاثي ما لازم يدخل فيه العمل السياسي يعني مطلقا. المحتاج محتاج بغض النظر هل هو مساند للثوره، هل هو من الرماديين، هل هو بيوم الأيام كان مساند للنظام، ولكن بالأخير طيب. المحتاج محتاج. نحن نسمع أنه في مؤسسات كثيرة ملهمة باختصار شديد، يعني وأنا أذكر من 3 سنوات أعتقد أو سنتين، يعني أذكر يوم ما أسست أنت وطن يعني. لكن المسألة هون تتعلق أنه بقضية أنه كثرة المؤسسات، في ناس تعتقد أنه في مؤسسات كثيرة وهمية، يعني في واحد مؤسسة شخص واحد فيها مثلا، مؤسسة فقط على الفيسبوك، مؤسسة كذا وهمية، يعني لذلك الناس في انطباع أنه هالمؤسسات كلها في سلة واحدة لا تغني ولا تسمي من جوع. كيف ترد على النقطة؟ المشكلة أخي موسى الحاجة كتير كبيرة، ونرجع نحن ما عم نحكي بس الحاجة للإغاثة، الحاجة للعمل المدني. نحن سوريا ما بس موضوع إغاثة، نحن سوريا ما في حياة. يعني نحن كل يوم نصحى الصبح بأي دولة بالعالم بيصحى الصبح بيروح على شغله، بيوصل أولاده على المدرسة، عنده مشاريع تانية بتطوع فيه. بسوريا ما عاد في حياة، ما عاد في حياة مدنية، ما عاد في حياة الواحد يمارسها بشكل يومي. هلا الإغاثة جزء من هذا الحياة، الإغاثة هو المشان نخلي العالم لسه عم يتنفس. نرجع للسؤال انه وين المصاري عم تروح او هل عدد مؤسسات؟ نحن بحاجه لمؤسسات اكثر، نحن بحاجه لمؤسسات قويه. اليوم عدد الـ 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 النازحين داخل سوريا وعدد اللاجئين تجاوز 8-9 مليون سوري. الدول ما قدران تغطي هدول الناس، فنحن لما عم نحكي دول ما قدران تغطي، فكيف مؤسسه وطن او كيف هالخمس مؤسسات؟ طيب اسالك سؤال يعني هيك بصراحه، كيف تعاطي رجال الاعمال السوريين معكم؟ والله للأسف رجال أعمال كريمين ولا كحتيت ولا شو؟ والله يعني رجال أعمال نحن يعني منشوف إنه هني حيكون إلهم دور كبير بمستقبل سوريا، بس للأسف الوقت الحالي في رجال أعمال شوي عم بيأثروا، في رجال أعمال عم يكون عندهم اهتمام أكثر بالعمل السياسي أو العمل العسكري اللي حيكون كمان إله مستقبل بسوريا. فنحن هون بدنا نوازن الكفة، ما بدنا نظلم رجال أعمال السوريين. في رجال أعمال قدموا الغالي والنفيس، ما زالوا عم بيقدموا كل يوم بيوم، ما زال بترتفع التقديم اللي عنده، بس للأسف في رجال أعمال يمكن بردت همتهم شوي، يمكن مش بردت همتهم لا، مثلا نسمع أنه في واحد في حلب بحاجة آلية معينة، بحاجة كذا، رغم أنه الحكومة أخذت عنده فلوس، ورغم أنه الوحدة تنسيق الدعم عنده فلوس ومدري إيش وحجج مختلفة يعني، لكن نرى أنه بتناشد مثلا أنت جهة، بتجيك جهة خليجية، رجال الأعمال السوريين بتقول له مثلا ادفع أو كذا، بيقول لك والله أنا بدعم من تحت لتحت، عارف شلون؟ فما في مصداقية وما في شيء يعني، الأمانة يعني نحن بنضحك على بعض يعني. هل رجال الأعمال السوريين خذلوا الناس ولا لا؟ يعني أنا ما عندي موقف منهم، ما يعني ما أعرف أغلبهم، لكن أقصد هل خدموا الناس أم لا؟ برجع بقول لك الاحتياج كثير كبير، لو كل رجال الأعمال حطوا كل ثروتهم بالوقت الحالي في سوريا ما راح توقف سوريا على رجليها. يعني نحن بنسميها بلاك هول، يعني بقعة سوداء، قد ما بتحط فيها مصاري حتختفي حتروح، إن كان إغاثة، إن كان تدريب، إن كان تعليم، التعليم كثير مهم، إن كان إعلام، هاي يعني الموضوع كثير كبير، حجم الدعم محتاجينه كثير، أكيد رجال الأعمال إلهم دور باليوم. طيب أنتم مثلا أنتم ليش ما بتندمجوا في وحدة تنسيق الدعم مثلا؟ ليش ما بتندمجوا بالحكومة المؤقتة؟ شو السبب؟ لو المصلحة إنه نحن ندمج مع وحدة التنسيق والدعم كنا اندمجنا، أو مع الحكومة كنا اندمجنا، نحن على تنسيق مع أستاذ أسامة القاضي وعلى تنسيق مع الحكومة دكتور أحمد طعمة. الحكومة المؤقتة الحالة ما فينا توقف على رجليا، ما فينا تغطي كل سوريا. الحكومة المؤقتة هي محتاجة مؤسسات مجتمع مدني. طيب انتم قولوا نحن تحت تصرفكم يا جماعة، انتم هذا افضل ما انتم. ونحن نحن زرنا الدكتور سامي القاضي وزرنا الدكتور احمد طعمة، ونحن قلنا له نحن هي وطن، هذا الملف الكامل تبع وطن، وشو بتشوفوا نحن نقدر نساعدكم، نحن موجودين. وشو قالوا لك؟ الشيء اللي قالوا هلا هن يعني هني عم يشتغلوا، هني عم بيحاولوا يشتغلوا قد ما فيهم. كمان ما كل شيء هني معهم مصاري، ممكن يكون هني معهم مصاري تنصرف بشيء معين، ممكن يكون مصاريف اسمها تشغيلية، هاي
تمام. ممكن يكون عندهم حملات معينه، شيء خاص بمثلا حملات معينه، ما في شيء المصاري من مثلا من العمل الطبي يحطوا بالعمل الاغاثي، او من العمل الاغاثي يحطوا بالعمل الاعلامي، يعني كمان هن اوقات كمان عندهم قيود. فنحن والحاجه كبيره جدا بدنا نتعاون مع بعض، بدنا يكون هالتنسيق هذا موجود، والحمد لله انه موجود. يعني بغازة انت بالريحاني بانطاكيا عم بيكون في كثير اجتماعات لا التركيز على نقطة التنسيق. عم تهتموا بالتعليم، تعليم الأطفال هؤلاء اللي صار لهم 3 سنوات بدون مدرسة؟ التعليم كتير مهم. يعني نحن هلأ في الوقت الحالي عنا مدرستين داخل سوريا، ونطمح إن شاء الله بنهاية 2014 يكون عنا أكثر من 10 مدارس. التعليم جدا مهم خارج سوريا، داخل سوريا وبالأراضي التركية. مشكلة الأطفال النازحين يلي على راحوا على الأردن وعلى لبنان عم يقدروا يدرسوا المدارس، أما في تركيا فاللغة مختلفة والتعليم مختلف، فعم نحاول نبدأ بموضوع التدريس. تجدون صعوبة في هذا الأمر في الداخل السوري مثلا، من ناحية التعليم ومن ناحية أيضا إيصال المساعدات ولا لا؟ والله بالتعليم نتيجة فلتان أمني والفوضى إلى الآن ما صار معنا مشاكل بموضوع التعليم تحديدا، لأنه خلص واحد بيخذ مدرسين من الألف للياء، بيوظف المدرسين، بيوظف الإدارة، حطينا نظام داخل المؤسسة للمدرسة، كيف المدرسة لازم يصير فيها العملية الإدارية وفقا لمختصين تعليميين معنا. يعني إحنا ما إجا واحد بشاطر بالإدارة أو شاطر بشيء تاني قال لك المدرسة هيك لازم تمشي، لا، نحن جبنا مختصين بالتعليم. تعال شلون المدرسة بتمشي من الألف للياء، الجدول، الحصص، الرواتب، متابعة الأساتذة، رقابة الأساتذة، المرشد النفسي اللي بده يقعد مع الأطفال من فترة لفترة، الفعاليات. حتى يعني نحن هلا الأطفال مروا بحالة كتير صعبة، ما بينفع كل يوم أنت تدخلهم على الصف وتعلمهم رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم وقراءة، لازم تعمل لهم نشاطات خارجية، لازم ترجع تطلعهم من الجو من الكوارث أو من الحالات النفسية الصعبة اللي هني مروا فيها. موضوع التعليم جدا مهم، ونحن يعني الحمد لله هلأ بالوقت الحالي عنا فريق كتير ممتاز بالتعليم، عم نحاول قد ما فينا نسلط الضوء على هذا الموضوع أكبر. يعني وين ما عم نروح بأي اجتماعات، بأي مقابلات، بأي لقاءات للتنسيق، عم نسلط الضوء على موضوع التعليم. يعني احنا خسرنا 3 سنين، ما بدنا نخسر السنة الرابعة. طيب، محور أخير يتعلق في أيضا سألتك على الطفل، يعني لكن إعادة الآن دمار والقتل والضرب والدم وشيء من هذا القبيل، هذا كيف عم تعيدوا تأهيل الطفل، عم تساهموا بهالشيء؟ كمان سو دورات كمان هذا 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 بينطبق تحت مؤسسة جيل الحرية اللي هي تحت منظومة وطن. عنا في تركيا وفي إحدى دول الجوار كمان عنا عيادة نفسية للأطفال. في بعض الأطفال فعلا عندهم مشاكل، يعني بتبان من الرسومات من عدائيتهم للأطفال، فنحن عم نروح على المدارس عم نشوف مين في عندهم أطفال. طبعا ما نسأل الطفل أنت عندك مشكلة ولا لا، لأن الطفل ما بيعرف، نسأل المدرسين، نسأل الإداريين، نسأل المربيين، أهالي الأطفال، عم تشوفوا شيء يعني غريب على أطفالكم في، يعني في مثل استبيان معين، ناخذ هالأطفال بنحاول إن نعمل لهم دورات، نطلعهم، نعمل لهم برامج تاني بحيث إنه يقدروا يطلعوا من هالجو السلبي اللي هن فيه لحتى يقدروا يندمجوا أكثر من المجتمع. في أحد عرض عليكم مال سياسي مشروط إنه أعطوني إياها وأنا بدعمكم لكن امشوا زي ما بدي؟ طبعا هذا الشيء موجود، في موجود طبعاً. أطراف سياسية ولا كيف؟ طبعا في المعارضة؟ يعني ما متأكد في المعارضة ولا يمكن يكون جواب دبلوماسي، هذا ما بتقول لا ولا نعم. بكل الأحوال أشكرك جزيل الشكر ملهم الجندي، مؤسس أو عضو مؤسس في منظومة وطن، إن شاء الله هيك ترجع على الوطن الحقيقي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الذي أجريناه معك في واشنطن.